إلى الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للأموات، وإذا زارهم وقف على قبورهم. وللاستغفار يا عباد الله ثمرات عظيمة وفوائد جليلة ينالها من وفقه الله عز وجل وألهمه الاستغفار والإنابة والتوبة. ومن هذه الثمرات: الأول، الاستغفار استجابة لأمر الله. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك أمر الله عباده بالاستغفار وحثهم عليه ووعد على ذلك المغفرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقوله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، رواه الترمذي من حديث أنس وقال حسن صحيح. الثاني، الاستغفار يا عباد الله من أسباب الرزق، فالاستغفار أهم مناسبات الرزق بفضل الله تعالى. قال تعالى في حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى حكاية عن نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الثالث، الاستغفار يا عباد الله سبب من في محو الذنوب والخطايا. قال قتادة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دائكم فدائكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار، فهو سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن أنس والحديث رواه الترمذي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الثالث، الاستغفار سبب لرفع الدرجات بعد الموت، فالاستغفار كما ينفع في الدنيا يكون سببا في رفع الدرجات في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول: يا ربي إن أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك، رواه الإمام أحمد. والاستغفار سبب في إنجاب الأولاد كما قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين. والاستغفار سبب في التمتع بالصحة والعافية ففي قوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهناك بشرى للنساء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، والحديث عند مسلم في صحيحه: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: أكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فقوله أكثرن من الاستغفار دليل على أن الاستغفار سبب في نجاة المرأة عما يبدر منها في سوء العشرة الزوجية. وللاستغفار قصص وحكاية كثيرة نورد واحدة منها لضيق الوقت. هذه القصة حدثت زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد، فقد حاول الإمام ولكن لا جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بإبعاده من مكان المسجد،
وكان الإمام أحمد شيخًا وقورًا تبدو عليه ملامح الصلاح والتقوى، فرآه خباز، فلما رآه على هذه الهيئة عرض عليه المبيت، وذهب الإمام أحمد مع الخباز فأكرمه، وذهب الخباز لتحضير عجينته لعمل الخبز، فسمع الإمام أحمد الخباز يستغفر ويستغفر ويستغفر، ومضى وقت طويل وهو في هذه الحال، فتعجب الإمام أحمد بن حنبل، فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال ما أصنع العجينة أستغفر وأستغفر. فسأله الإمام أحمد: وهل وجدت لاستغفارك ثمرة؟ فقال الإمام يسأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الاستغفار، ويعلم فضل الاستغفار، ويعلم فوائد الاستغفار. فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ قال: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا والله أحمد بن حنبل، والله إني جررت إليك جراء. ونقف أخيراً مع دعاء سيد الاستغفار، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال سيد الاستغفار أن يقول، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من أول النهار موقناً بها فمات في يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله. ولا ليال خد بدي هرايا في عربيتك هايد وحين كهذا الموضوع مهم وقفوا له بالآذن إنه كلماتك هي موضوعة نرشي سودن واستعماله ووقتي ولو هيبه واستعماله أي مهم تهاي استغفار كاينو كهذا اللي او احقق من الله سبحانه وتعالى استغفار دم بداف الله جل وعلا انه ويديستو سيدي نوغ نهايه بقفك بني ادم كي الهي بين ابوري طبيعه بني ادم كينا وبني ادم قف ميلو ويان خلط بين نقد عيا قف بين نقد عيا دم بين نقد عيا لكن قفك بني ادم كين ولي ما ادو وحياله خلط كاي قفك يعني وحكا قبل اي ايام هي من قفك لي ما ادو قفك بني ادم كينا عدو فربضاً أيه اللي هي عدو قيسة وحا كمدة وكوأة نفط بني آذك كوشرتا نفط الروح من قفك بني آذك كوشرتا وعدو قوين بني آذك ولي هي وأي وحي حمبا يقر حنيسا وحي قرح بضلنا وفور حمبا يقرد قيسا إلهينا سبحانه وتعالى وحبين وشيقي إني نفط قفك بني آذك سوء أي حمانتا أي قفك بني آذك كري حيسيكو أمريسو عدو قال بعضين ولينا هو شيطانك شيطانك هو عدوين إلهي جنذي بكسو صاري وحويان نارتي قلب الليلي وحلقو وحلق سو صاري نعيم إلهي سبحانه وتعالى وحديدين والسجود آدم وحويان قياس بولي مدوسان وجه السجود أنا كخير بضنو كنا ذي قابر تيسق أنا كنا كابر تيبوي إلهي بويد يستمر كاينو بدو يدن سيجوغو وحو سيجوغو يا دو يدن كنتراك بو قاطي كل دماني مانت قيامه وحويان وحو الضلبضين وسيجوغا دونك سيدنتي وضد كاري كريو وقصيك حيستو إلهينا سبحانه وتعالى هو قراضي لكن إلهي جل وعلا وينوشيغي بنتي إلهي وينوشيغي دباتوين كيسا إلهي وينوشيغي وعدو وينوشيغي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وشيطانكم عدو إذوي إذيني هاي عدو كالدكتا قفك مع صدر دح بوذية إحماتا دح عرارية وقف إلهي أمركي سادي ذي ولص وصاحي تنمى أقاطي شيطانكم وينوشيغي مركان نفتي با عدو كوا وشيطان كي با عدو كوا وشهودي إيها وهي نفتي وحي دونيسي أي عدو كوا وأدو يذي يدللاك يذي يقرح يذي أي عدو كوا وعبادة يوقف كوكا قابل أيو وعليس إيه والبهر كساري هاي أي عدو كوا نبي صلوات الله وسلامه عليه وحو يلي
waxaan ku dhaaranayaa kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay addaydun dembi geli weydaan ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu iskiin dhaafiyo ayuu abuurayaa oo adduunyadan keenayaa dad dembi gala oo ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu dembigooda u dhaafo nebigu wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh bani aadam waliba uu gafayaa gafbu ku jiraa waxaa ugu dadka gafaya waxaa ugu khayr badan kuwa towbadda keenay dembigooda iyo gafkooda ka soo noqda ilaahay wuu kuu ogolay inaad dembi inaad waad geli kartaa bani aadam baa tahay albaab towba la yidhahdo baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu furay oo ay tahay inaad albaabka aad ka faa'iidaysato istikfaarkani waa wixii ugu horreeyey ibraahim calayhi salaam aabbihii markay is-colaadiyeen uu aabbihii khaladkiisa u sheegay uu aabbihii ka dhagaysan waayo ku yidhi waanku yacni dhagxaan baan kula dhacaya waan ku shiidayaa waxa weeyaan xumaan lamuu iman aflagaado lamuu iman waxa weeyaan salaamu calayk u salaamay wuxuuna ku yidhi saastakfiru laka rabbii rabbigay baan ilaahay dembi dhaaf aan kuu weydiinaya wama kaana istikfaaru liaabihi waxa weeyaan haddana istikfaarkii baa la sheegay in ibraahim aabbihii uu la dul taagnaa istikfaar inu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dembigiisa dhaafu ka soo celiyo khaladka iyo xumaanta uu ku jiro nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiidkii wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi ilaahay laba arrimood baan weydiistay waxaan weydiistay hooyaday inaan istikfaar ula imaado ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo ilaahay taa wuu iga diiday inaan qabrigeeda istul taagaan siyaartana waan weydiistay ilaahay subxaanahu wa tacaala taa wuu iga aqbalay abu muusa raximahu llah wuxuu inoo sheegay wuxuu yidhi laba albaab oo aynu badbaado inoo ahaa oo nabadgelyo inoo ahaa ayaa midna inaga xidhmay midna weli uu furayay kay naga xidhmay buu yidhi abu muusa ashcari weya wuxuu yidhi kaynoo ka xidhmay waa nebigii calayhi salaatu wasalaam oo ina dhex joogay oo waxa weyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo weydiinayay kaasi wuu inaga xidhmay mid baa inoo haray buu yidhi oo ah istikfaarka laakiin haddaynu ka hadlay iman weynu istikfaarkaasi iska tago inaguna waynu raacaynaa waynu halaagaynaa ayuu sheegay ibliis wuxuu sheegay uu yidhi bani aadamka waxaan ku halaagay dembi ay galaan baan ku halaagay iyaguna istikfaar iyo dembi dhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaan ayay iyaguna igu halaageen ee dagaalkaas ayga noocaas dagaalkaas ay igula jiraan ninkii xakiimka ahaa ee luqmaan la odhan jiray wuxuu idankiisa ku yidhi inankaygii oo ilaahay saacada buu leeyahay aanu ducada aanu dembi dhaafka ilaahay aanu ducada celinin ee uu aqbalo ee ilaahay wakhtiyada waxaad badsadaa istikfaarka iyo astakfirullahda badsada caaishata radi allahu tacaala canha waxay tidhi waadi jannada ku yaalla iyo khayr badan ayaa u sugnaaday qof maalinta qiyaamaha saxiifadiisa iyo buuggiisa loo dhiibayo istikfaar fara badan laga helo istikfaarku waxa lala xuneynaya ma jiro weyse kaagama baahna oo inaad qiblada u jeesata kaagama baahna guriga markaad joogto iyo markaad shaqo tegayso iyo markaad shaqada joogto iyo markaad mar walba astakfirullah waxa allah waxay ku yeelaysaa haba yaraatee ma jirto laakiin looma baahna istakfirullah afka unka leedahay waa inay qalbigaagu waa inu la yimaadaa iimaanka noocaasa jawaarixdaada iyo xubnahaaguna waa inay turjumaan istakfirullahda tiri laakiin ilaa maanta waan iska istakfirulaysanaya qalbigaygiina xumaan iyo xaasid iyo qabyaalid baa ka buuxa jawaarixdaydiina dembi iyo zino iyo xumaan bay jirkayga xubnihiisu ay ka shaqaynayaan istikfaarka noocaas mid loo baahan yahay waxna bani aadamka u taraya haba yaraatee maaha istikfaarku walaalayaal waqhtiyo fara badan buu leeyahay waqhtiya uu si gaara looga baahan yahay qofka bani aadamka inuu la yimaado ayuu leeyahay waqhtiyada waxaa ugu horeeya qofka bani aadamka markuu cibaadaadka gabagabeeyo salaada oo kale inaynu saddex jeer istakfirullah idhaahno axaadiis fara badan baa ka soo aroortay waxa weeyaan xajka waydinka arkay oo ma habeenka aynu ka nimaadno carafa ee aynu musdalifa nimaadno uma afiidu min xayu afaada annaas wastakfiru llah marka aad halkaa marayso intaanad u dhaqaaqin maalintaa tobnaad hawlihii aad qabanaysay ayad ilahay subxaanahu wa tacaala cidda mashcal aad ilahay subxaanahu wa tacaala gacanta u taagaysaa oo qiblada eegaysaa ood ilahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaysaa waa xilliga salaada fajir ee maalinta tobnaadka ah ee yowm alxaji alakbar loo yaqaano waxa weeyaan goobta labaad ay yacni mu'akad tahay ducada in la badsadaa waa waqhtiyada habeenka asxaarta loo yaqaano waa saddexda qaybood habeenkii qaybta ugu dambaysa waa qaybta ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista uu la soo degayo waxa weeyaan qaybta uu ilaahay jalla wacalaa leeyahay yaa waxyaay ducaysanayaan ducada ka aqbala yaa waxay weydiisanayaan siiya yaa istikfaar iyo dembi dhaafa ila imanayaan dembigiisaan u dhaafa bani aadam baynu nahay daciifa habeen iyo maalin waynu gafaynaa habeen iyo maalin dembi baynu ku jirnaa waa salaada subax intaanad u kicin ka hor nusa saaca ilaahay subxaanahu wa tacaala sii oo ilaahay gacmaha u taag oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo dadka iyo dalka iyo naftaada iyo ehliyadaada intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf u weydii
قومت الصدحة هذه مهمتة هاي حقيقة إن قفك بني آذنك إنه استغفارك الله بتصده وحين صوشة يقني عبادات كمرك الله ما يستره إيو وقت يده بينك وقدم بيه وقتك الصدحة هذا هو ختام المجلس مركز ذي وضفرديان أي مجلس كاكا كعيان وحويان استغفارك إلى لي مادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قفل بوين تحفظ مركين وبها إنه ككلنا إنه فردينه مركين دللا فردينه مركين مخايدها فردينه مركين شركة فردينه محايا إلي ميلها أمر ميلها سوى ميلها أنت بدن دم بدم بدن لو قالوا وما ميلها قف قبل ذلك وكوك فيه تطلق سو هذا القاضي حاني إيمان يسو قبيال ذي إيمان يسو حسد إيمان يسو وحيالها الله باهنين لقاش يا كيسان يو سكشان ليه بلقاش يا كيسان يا قلوا وسيروا qofkii uu salaadii soo tukanay baa golaha wasiirada isku shaandheeyay oo isku sheekaysanaya kana ku habboonaa kan kuma habboonayn kan kan ku habboonayn 3 milyan oo waxaan reer Soomaaliland oo 3 milyan bay dowladaha Italiyaan oo 3 milyan bay dowladaha siyaasiyiin noqdaan siyaasada inuu baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qafta xilkana inuu baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhiibo in la barbaristaago wax la qabto loo duceeyo mooyaane falaaqaytan waqtigeenii naga lumisay ee baraha bulshada dadkii dadka ku caayaan ay dadka xurmadooda wax yeelayaan yaani yaa u fasaxay dadku inay qof bani aadamka iska soo qabsadaan ay iska caayaan oo naftiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa ay meel kaga dhacaan waxa weeye waayaan darada ummadaha islaamka haysata innagana si gaar ah inoo haysata war ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado oo waqtiga laga faa'iideysto waxyaala qofka bani aadamka adduunyadiisana wax taraya aakhiradiisana ilaahay subhanahu wa ta'ala aqtiisa wax taraya isku shaandhay laakiin aan isku mashquuliso dad la isku bedbedelo shaqo dalka iyo qaranka u shaqeynaya inaan isku mashquulino oo habeen iyo maalin ka hadalno oo anagu kuma jirnay anagoo ka baxnay anagoo ku yaryahay anagoo ku badanahay waxyaala ka badan oo ka faa'iido badan oo naftaada ku mashquulisaa ayaa fiican wixii nasiixay aad siin karaysana ilaahay subxaana wa tacaala darti ama iimeel ugu dir ama si shaqo iyo ugu sheeg haddaad waqti aad u hesho inaad sidan looga faa'iideystaa fiican goobta kale walaalayaal inaanu istighfaarka badinna waxaa ka mid ah waa goobaha geeriyaha حباشه مركه لدروس تاغيه هي نبي وحي عليه الصلاه والسلام حبار تاغنا استغفروا لاخيكم الان فانه الان يسال ولكن اله دم بدا فويديه اسقي وكا روحيه اذا تاغن لو لو دول تاغن اله روحي عبادتي ولي دين ما رتي كركينا هي تاهي اله دم بدا نيكا ويديه ايو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحضركيسا غوبها انه حبالها انه غينو جوغنو دد دين ويديسنيا dad lagu ka sheekaysanaya dad qabyaal ka sheekaysanaya dad le chaad kii maanta mafrashki xaqayn maanta fariisana chaad ka noocay imanay xageebu ka imanaya waa meed baa la aasay lahadadaas waa lahadadaha ugu adag ee qofka bilaa adag ka qalbigiisu u jilicsanaada ay tahay qalbigiisu uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jeeda ay tahay inuu lahadada ka dambeeyta ka dambeysa uu toobad la yimaado weeyaan inuu hebel uu deeba ku lahayn maxal lacagtu bixin weyday ama isku shaandheeyta ka sheekayn iyo laga dul sheekaysto qabuuraha waa masaa'ib walaalayaal dad ummada dalka iyo dadka ba ku soo habsatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga badbaadi waxa weeyaan meedho ayay leedahay iyo faa'iidooyin bay leedahay walaalayaal istighfaarku u leeyahay waa degdeg baan dul marayaa waqtigii baan haya waxa weeyaan istighfaarku waa ajiibid amarka ilaahay subxaanahu wa ta'ala la ajiibo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wastaghfirullah ilaahay dambidaaf weydiista ilaahay dambidaaf weydiista buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala intaas oo jeerin ugu yiri arinta labaad walaalayaal istighfaarku waxa weeyaan asbaabaha risqiga ayuu ka mid yahay ilaahay dambidaaf weydiista buu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala cirka ayuu roob iyo biyo raxmadooyin idin ka soo dejinayaa ilaahay wuxuu idin siinayaa awlaad iyo amwaal iyo xoolo iyo jannooyin baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu idin siinayaa ayuu rabbi subxaanahu wa ta'ala uu ino sheegay arinta saddexaad istighfaarku waxay sabab u tahay dambi dhaafku ilaahay dadka u dambi dhaafayo ayay sabab u tahay istighfaarku walaalayaal waxay faa'iido kale ay leedahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka markuu dhinto kadib ayaa darajooyinkiisa qofka ilaahay uu sare u qaadayaa waxa weeyaan qofka markuu manziladiisa uu tago ayuu arkayaa tii uu gaaray lambarkii uu xaq u lahaa in laga upgrade gareeyo mid ka sareeya la siiyay wuxuu leeyahay ilaahay waxa aan xaq u lahayn maxaa halkaa laga geeyay waxa la leeyahay istighfaari waladika lak waa dambi dhaaf iyo istighfaar uu ilmahaagu adduunyadii aad kaga tagtay uu ku ducaynayo taasi waa goorma oo markayna awlaadeena ka shaqayno oonu diinta ilaahay barno aynu qur-aanka xifdigiisa aynu barno oo inuu ciyaaro suuqa iyo meelaha lagu ciyaarayo iyo meelaha laga tumayo iyo meelaha dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin waa markaynu ka joojino aynu ilmaha walad saalixa ka dhigno aynu saaxiib wanaagsan u samayno aynu shanta salaada masaajidka keenno waxa weeyaan laakiin inbihii dhakhtar baan ka dhigaya loo yar baan ka dhigaya intuu fasaxa ku jirana meeshu doono ha maro ciduu doono ha sabuxu doono ha sameeyo waa mashaakil kayada laftarkeedu ina haysta ee gaang la yahay ee xaafada dagaal ula tagayso ee maxay haydeen mindi iyo tooriye la sito ay yacni amnigii uu ka yaaban yahay oo la gaaray heer imika waqtiyadii uu dheeladii xitaa la soo koobay si dadku balay u xaroodaano ay ilaahay subxaanahu wa tacaala bal salaada subax ay u kacaano ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ay u diyaar garoobaan ay ku mahadsan yihiin.
استغفارك هو سبب يهي إن قفك أولاد إلهي وذريض السيئة وحويان إلهي سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين بإلهي وأن لو سوت هاي هدد بظنوا إلهي أولاد سين وإنت أصوص نظوذ استقبي وأن قلت ليين إلهي استغفارك أي بطصدان سيدة آيات وأي شيكتي وإلهي سبحانه وتعالى أولاد وكرامي وسيئ كذلك ولا ليال استغفارك وحويا قفك بلادك حوك أي سين يا سيدة آيات وشيكتي استغفارك وحو بشارة ويهي دمرك دمرك سيدو حديثك وشيكي نبي صلوات الله وسلامه عليه وحو يلي دمرو صدقة بطصدان استغفارك أنا بطصدان waye buu nabigu waxaan idin raakay dadka naarta galaya idinka u badan dabeyta qofdu mid dumar ma shee taagnayd baa waxay ku tiri maxaa anaga naga dhigay dumar maxaa dumarka ka dhigay ee anaga naga dhigay kuwa naarta ugu badan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam arrimaha dumarka u gaar ah way la yimaadaan kow takfuruna al-la'n ayda yaaf laga adada ee ixtiraam darro badan baad leedeen buu yiri wa takfuruna al-ashir waxa ku gaalawdaan oday odayga ama xaaskaaga ama xaajigaaga ayad ku gaalawdaan waxa laga wadaa bimaana wanaag oo dhanatu ku sameeyo habeen aad maaratay waxaad ka doonaysaa aad ka weydaan maalin aad waxaad ka rabtay aad weydiisatay aad ka weyday ayaad leedahay waligaa maana fiicnaa habeen fiican kula maal arag waa bisnikaar oo kala qofkaas dumar kala arintaas xaqiiqatan aad iyo aad bay ugu badan tahay waxaan ku soo koobayaan ku dhameynayaa qisasku way farabadan yihiin istighfaarka ka hadlayaa mid kaliya ayaa soo qabto imaam axmed ibn xanbal dhamaanteen baa weyn naqaana imaam axmed maalin maalmaha kamida wuxuu damcay masaajidka seexdo kadib waxaa dhacday masaajidkii ninkii xaariska ahaa masaajidka ilaalinaya security-ga ka ahaa ayaa albaabkii ka xadhaw yiri ka bax mana garanayo ka bax buu masaajidka seexan may side wuxuu yiri adabu ayaa kala cagtaydan hoosteeda ama albaabka laga soo galo way hortiisa ayaan jiifsanaya halkaas uu jiifsaday halkana waxaa isla xaariskii baa ku yiri kabka halkana laguuma ogolee isagoo meelaha taagan oo iska dhibaataysan ayaa nin roodhiilaa ayaa imaam axmed arrinta bal qisada aad ugu fiirsada nin roodhiilaa baa wuxuu arkay imaam axmed oo meesha taagan garan maayo laakiin haybadda iyo diintaasuu ku arkay buu ku jeclaystay wuxuu ku yidhi ma meelaad saxataa doonaysaayo haa buu yidho inamari buu yidhi wuu kaxeeyey wuu karaameeyo wuu cuntaysiiyo meel buu jiifiyey isaguo iska kacayo cajiinadiisii roodhida ayuu ka shaqeeyey uu samaysanay imaam axmed wuxuu maqlaa ilaa iyo intii habeenku ka dhammaanayo dhan astaqfirullah astaqfirullah isagoo cajiinada wada dembidhaafku ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanay waxa weeyaan waagu markuu bariyay salaadii subax loo kacayay imaam axmed oo ogba wuxuu ku yidhi maanta dhan waad istikfaar baad leeyimanaysa astaqfirullah baad lahayd haa buu yidhi bal maxaad meelahaad ka aragtay maxaa ka mida buu yidhi istikfaarka wuxuu yidhi garan maayo isaga wuxuu yidhi istikfaarkaasi wuxuu sabab u noqday maalin uu saasaan sameeyay buu istikfaarkan badsadaa istikfaarkaasi buu wuxuu sabab u noqday in ducaa walow ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisto in ilaahay subxaanahu wa tacaala iga aqbalo ducaa walow ilaahay gacmayntaan taago istikfaarullah markaan dhameeyaa weydiisto ilaahay uu iga aqbalay ducaa kaliya mooye markaasuu ku yidhi maxay ahayd ducadaas aad ilaahay weydiisateen aanu weli ilaahay ku siin wuxuu ilaahay waxaan weydiistay imaam axmed ibn xanbal waan jeclahay in ilaahay nolol igu tuso markaasuu ku yidhi aniga weyaan imaam axmed ibn xanbal ilaahayna subxaanahu wa tacaala waalaykaa soo tuqaan tuqiyey buu yidhi kugumaan soo socon kumaan haweysanayn laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala haddaad ducadaada aqbalay oo wax ka waday mar baadaan ducadaada mar walbaad ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aad ka hesho hadalka waxaan ku soo gabagabaynayaa waan ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka cabsanno bani'aadan baynu waynu dembi badanna istikfaarka aynu badinno ummaddii iyo dadkii islaamku lahay naga nabadgalaan ummaddu markay is-ammaan geliso ilaahay subxaana wa tacaala roob kale uu soo dejiyaa abaaruhuna way yaraadaan arsaaqaduna way farabadataa colaaduhuna way yaraadaan laakiin markay ummaddu ummadda daba dhigato xasadkii xumaanta uu farabato qabyaaladdu ay farabadato waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dalka iyo dadkaba ku salliqaya alaa wasallu wasallimu calaa raxmati almuhdaa wanicmati almusdaa faqad amarakum allahu biamri bidaa fiihi binafsih wathanna bimalaa'ikati qudsih wathanna bikum ayuha almuminuun ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calaa nabiyyi ya ayuha alladhiina aamanuu sallu calayhi wasallimu tasliima allahuma salli wasallim wabaarik calaa abdika warasuulika muhammad saaxibi alwajhi alanwari waljabiin alazhar warda allahuma cala arbacati alkhulafaa alaimati alkhulafaa alladhiina kanuu yaquluuna alxaqa wabihi yacdiluun abi bakrin afdalu asidiqiin وعمر المعروف بالقوة في الدين وعثمان المقتول بأيدي المجرمين وعلي أقربه النسب على اليقين وارض اللهم عن بقية العشرة وعن أهل الشجرة وعنا معهم بمنك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا، وفقه لكل ما تحبه وترضاه، وفقه وأعوانه ووزراءه ومن يعمل لخدمة هذا البلد يا رب العالمين، وفقهم بتوفيقك، وكلهم برعايتك، واحفظهم بحفظك، وأدخلنا وإياهم الجنة، ونجينا وإياهم من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.